الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد وموضوع جديد في رحاب برنامجكم اليومي، برنامج مفاتيح الذي يأتيكم من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. أمسية مباركة نتمناها للجميع. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: إذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، والمقام يرتفع مشاهدي الأفاضل بالأخلاق والقيم. وحين تتراجع القيم وتصدر منا سلوكات سلبية تلحق الضرر بالآخرين، يرجع ذلك حسب المختصين إلى تغييب الضمير. فما هو الضمير؟ هو شيء نفسي، هو شيء وجداني، يرتبط بالعقل، يرتبط بالقلب. ما هي أهمية الضمير في القوة النفسية للفرد؟ وما هي أهمية الضمير مشاهدي الأفاضل في تحقيق التوازن النفسي والتوازن الاجتماعي؟ وما مدى فاعلية سلطة الضمير في ضبط الأخلاق والسلوكيات؟ هي مشاهدي الأفاضل نقاط نطرحها للنقاش في معرض برنامج مفاتيح على مدار ساعة ونصف من الزمن. تفاعلوا معنا عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى، أو عبر صفحة البرنامج قناة القرآن الكريم. مشاهدي الأفاضل، ونناقش هذا الموضوع، هذه الأمسية المباركة، مع الأساتذة الأفاضل الذين ينورون هذه الجلسة المباركة. باسمكم نرحب بهم. أستاذنا الفاضل أستاذ خالد القاضي، أهلا ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا ومرحبا أستاذ عبد القادر تومي، أهلا بروفيسور. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا ومرحبا كما يشرف البرنامج بي الإمام الأستاذ فضيلة الأستاذ عبد القادر حيدة. شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. تحية لك وللسادة الأساتذة وللسادة المشاهدين. أهلا ومرحبا دكتور مالك أبو عمر أسمنة. أهلا وسهلا، مرحبا أختي. أهلا ومرحبا. إذا اليوم نتحدث عن الضمير، هكذا قد تتكرر هذه الكلمة آلاف المرات في اليوم: الضمير، إحياء الضمير، غاب الضمير، موت الضمير. بداية نود هكذا أن نشرح المصطلحات. أستاذنا الفاضل أستاذ عبد القادر تومي، ما هو الضمير؟ هو شيء نفسي، شيء وجداني في العقل، في القلب، ما هو الضمير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني في البداية أوجه تحية حارة إلى مشاهدي هذه القناة ومتتبعي حصة مفاتيح، وكذلك تحية موجهة للأساتذة الأفاضل الذين يسعدني أن أكون واحدا منهم لمناقشة موضوع فلسفي وديني. نعم. وموضوع ذا متشعب. نعم. نعم فعلا. وكذلك الشكر موصول لكم أنتم والفريق الذي يسهر على هذه الحصة. إجابة على سؤالكم ما هو الضمير، في الحقيقة نشير في البداية إلى اختلاف العلماء الأخلاق حول هذا الموضوع، ونشير إلى وجود مترادفات كثيرة تتداخل مع موضوع الضمير أو مع مصطلح الضمير. لذلك الكثير من الفلاسفة أو المفكرين لم يجدوا ربما تحديدا مضبوطا لهذا المصطلح، وإنما يبقى تشارك هذه المصطلحات هذا الكيان الأخلاقي، الذي طبعا وظيفته هو يراقب الإنسان، يراقب سلوكات الإنسان ويحاسبها. يبقى أن نقول أن الضمير هو يعني المعطى الأخلاقي الذي يعني يحاكم سلوكات الإنسان ويصدر عليه أحكاما قيمية أو معيارية إن صح التعبير. ويبقى هو نسميه الأنا الأخلاقي. الضمير هو الأنا الأخلاقي في الإنسان، أو بلغة التحليل النفسي نسميه الأنا الأعلى، كما يسميه طبعا مؤسس هذه النظرية صاحبة. إذن فالخلاصة هي أن الضمير هو ذلك الكيان الأخلاقي الذي يصدر أحكاما قيمية معيارية حول سلوكات الإنسان وأفعاله. فالخلاصة نقول أن الضمير هو الوازع، هو الملكة، أو هو القدرة على التمييز، على مساعدة العقل في التمييز ما بين الخير والشر، وهو المرشد لطريق الخير، وهو في نفس الوقت هو الذي ينفر من سلوك طريق الشر.
إذن فالضمير هو ذلك الصوت الداخلي في أعماقنا الذي يحاسبنا على أعمالنا، على سلوكاتنا، على أقوالنا، على أفعالنا طبعا. ومن هنا يأتي ما يسمى الندم والتأنيب عندما يكون يسلك الإنسان مسلكا سلبيا، وتأتي ربما في الجانب المقابل السعادة والفرح والسرور عندما يكون الإنسان يسلك سلوكا طيبا. نعم، شكرا، بارك الله فيك. إذن الضمير هو الحارس الأمين للقيم والأخلاق داخل الكيان الإنساني. دكتور ملك بو عمراسونا، إذن القرآن الكريم دعا إلى الأخلاق ودعا إلى الرفع من إنسانية الإنسان، هل هناك إيحاءات وإشارات في القرآن الكريم لهذا الضمير كما عرفه أستاذنا الفاضل أستاذ عبد الرحمن؟ بارك الله فيك سيدتي، أرحب بك وأرحب بالأساتذة الأفاضل الأكارم وبالمشاهدين الكرام. موضوع اليوم موضوع أخلاقي بامتياز، الضمير، وما أدرك ما الضمير. من ناحية اللغة الضمير هو شيء مخفي، صحيح، وضمر الشيء ملموس. نعم نعم، هو أن الشيء إذا كان أصلا يقول لك برز الضمير، يعني الأصل فيه الخفاء، وذلك في القرآن ورد في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر. الضامر هي الخيل المضمرة بطنها، الخيل غير ذات الكرش الكبيرة لأنها أكثر سرعة، فالضمور هو الصغر والخفاء، والضمائر حتى في اللغة وهو ما دل على متكلم وكان إما مخفيا أو كان ظاهرا. في القرآن ما نش عارف، لم أبحث، لكن وجدت حديثا معروفا، هذا الحديث أحسب أنه يدل على الضمير بمعنى يعني رائع جدا. حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته ولجته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام والصوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق، وهذا هو محل الشاهد، واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم. أحسب أن الضمير أحسن تعريف له. نعم. في السنة هو هذا الوصف النبوي العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم. ولذلك لما تكلم عن دوره وعن أهميته وعن تأثيره في صاحبه قال إنه هناك أنه يشبهه بواعظ الله سبحانه وتعالى المقروء وهو القرآن. نعم. فالقرآن واعظك بأمور منطوقة وبآيات يمكن أن تقرأها، والضمير يعظك بشيء مخفي، هي قوة كما ذكر الأستاذ تتنازعك إن أنت أردت أن تفعل الشر أو إن أنت أردت أن تحجم عن فعل الخير. مرتمي عنده رابط عظيم بين المعنى الوعظ القرآني والوعظ بمعنى هذا الضمير، قال كلما قوي جانب القرآن فيك كلما قوي ضميرك، فكأن الضمير خزان. نعم. لا يملأ إلا بآيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مملوءا كان تأثيره قويا في فعل الحسن واجتناب القبيح، وإذا كان غير ذلك فإن دوره سيكون ضعيف جدا. إذا شئت كالبطارية. نعم. إذا كانت مشحونة أفادت السيارة، وإذا لم تكن غير ذلك فإنها لا تفيد. أكيد سنناقش هذه النقطة بإسهاب القرآن الكريم يغذي الضمير، ربما سنناقشها، ما هي الأمور التي تساعد على إحياء الضمير، خاصة للأسف الشديد الكل يقول بأنه الضمير الآن غيب أمام يعني القيم والأخلاق التي تراجعت في مجتمعاتنا، يعني قمة الانحرافات أن نصل وأن نسمع يعني ابن يقتل أمه، يعني هنا الضمير يعني موت الضمير نهائيا. طيب أستاذنا الفاضل أستاذ القرآن من غير بين قوسين فقال قيل بعضهم قال نفس اللي وما تدل على الضمير، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، بعضهم. نعم. قال تدل عليه. أكيد سنرى علاقة النفس بالضمير وهل هناك تناقض. طيب أستاذي الفاضل أستاذ خليل قاضي، هل الضمير هذا هو معطى يعني يتعلق بدين الفرد أو هو في إنسانية الإنسان؟ بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بداية تحية طيبة لك ولشيوخنا الكرام وللمشاهدين الأفاضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني مسألة الضمير أود أن أزيد توطئة يعني قبل أن أجيب عن سؤالك. يعني تفضل الأساتذة الكرام مشكورين على تجلية معنى الضمير. والضمير هذا لم يرد يعني تقريبا لا في قرآن ولا في سنة باسمه هذا ضمني. الضمير نعم ورد ضمنا كما أسلف الشيخ مالك مشكورا. يعني حاول مقاربة هذه اللفظة عقديا أو شرعيا يعني الاسم الشرعي والمصطلح الشرعي. لم يرد هناك مصطلح شرعي بهذا الاسم. الضمير هو ما تكنه النفس. ورد لفظ الفؤاد في القرآن الكريم، ورد لفظ القلب، ورد لفظ الصدور. الذين مالوا إلى أن الضمير هو القلب استدلوا بقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب موضعه في الصدر، يعني لا مجال لإعادة تبيين موضعه أن القلب محله في الصدر. هنا إشارة إلى أن ما تكنه هذه الصدور هو الضمير. الضمير يعني هو الوعاء الأخلاقي للإنسان. يعني الضمير يكون وعاء لأخلاق سلبية ويكون وعاء لأخلاق إيجابية. يعني كل ما تضمره النفس، يعني نفس المؤمن ونفس الفاسق ونفس الكافر ونفس المنافق، كل له ضميره. والضمائر مصنفة إلى أنواع، يعني ضمير حي وضمير مستتر وضمير ميت. الحي هو الذي يعرف المعروف وينكر المنكر. المستتر هو الذي لا تكون له فعالية في هذا الوجود، يعني يكون إماعة يتصيد فرص الكسب وكذا إلى آخره، ولو على حساب القيم والمبادئ والأعراف والتقاليد وكذا. هناك ما يسمى بالضمير الميت، وهذا ضمير كله شر. هؤلاء الشريرون المجرمون، هؤلاء العتاة، هؤلاء المعتدون، هؤلاء ضمائر ميتة. وقد وصفها القرآن الكريم يوم القيامة، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بمعنى ولو ردوا إلى الدنيا بعد هذا العذاب الذي رأوه رأي العين في النار وهم يحترقون، لو كانت لهم فرصة وأعادهم الله تعالى إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى فعل هذه المنكرات. هذه ضمائر ميتة. هناك من ختم الله على قلوبهم، بمعنى لا سبيل لأن يعودوا إلى الجادة، وهذا أيضا يعني من أقسى أنواع الضمائر هذه. نحن نتكلم عن الضمير عامة وعن المعايير الأخلاقية التي نحن بصدد إفادة المستمع والمشاهد فيها. بعد إذنك أستاذي الفاضل أستاذ خالد القاضي، إذن مشاهدي الأفاضل رفعوا الآن على مسامعنا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وما قربها من مدن. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يكون ينتشر مليح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عدنا لكم مشاهدي الأفاضل في معرض برنامج مفاتيح، وموضوع هذه الأمسية الضمير وكيف نحيي الضمير. إذن راسلونا وتفاعلوا معنا عبر صفحة البرنامج أو عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى. كنا مع أستاذنا الفاضل الأستاذ خالد القاضي نتحدث، نواصل الحديث فيما يعني كنا نتحدث فيه عن الضمير، هل هو معطى إنساني أو معطى ديني؟ بارك الله فيك. شوف، يعني بعد أن أسلفنا في هذه التوطئة وأظنها كافية يعني في تجلية معنى الضمير دينيا وشرعيا وفلسفيا، يعني الضمير هو شيء مشترك إنساني، مشترك إنساني. كل إنسان يعني عنده ضمير، كل إنسان عنده ضمير على سبيل الفطرة، لا يخلو إنسان من ضمير. نعم. هو مع الفطرة، بل هناك من سمى الفطرة ضميرا. نعم. يعني أصل الضمير هو الفطرة، الفطرة السوية، الفطرة النقية، الفطرة التي لم تشبها شوائب، يعني هذه التي تمسخ، هذه الشوائب التي تمسخ الفطر. الفطرة، الإنسان كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، يولد بضمير حي، ولكن فيما بعد البيئة والظرف والمحيط هذا يؤثر كثيرا على هذه الفطرة السوية، ويجعل من الضمير إما حيا وإما مغيبا وإما ميتا والعياذ بالله. يعني لسائل أن يسأل يقول: إذا كنتم تدندنون حول هذا الضمير وأنه له علاقة بالشر وكذا إلى آخره، هاته البلاد الغربية التي بعضها لا يدين بدين، البلاد غير الإسلامية عامة يعني حتى الشرق الأقصى وكذا، تجدهم يعني يتصرفون تصرفات توحيها الضمائر. بمعنى نعم تصرفات أخلاقية سامية، تحترم الآخر، تحترم وتراعي الآخر وتراعي حتى المشاعر والأحاسيس وكذا إلى آخره. يعني هؤلاء لا دين لهم يردعهم، ولا شيء سماوية يعني يلهمهم مثل هذا. إذن هذا الضمير هو تكوين بشري محض، ولا علاقة له بالسماء ولا بالأديان ولا بالوحي ولا كذا. والجواب على هؤلاء أن هذه المساحة، المساحة الضمير المشتركة بين الأنسي جميعا، الإنسان له ضمير، قلنا له نواة ضمير، ثم إما أن ينميه بالدين أو أن ينميه بالثقافة أو أن ينميه بالعرف. شوف يعني أجدادنا لم يكونوا ذوي يعني ذوي ثقافة واسعة عريضة في الدين بتفاصيله، ولكن الأعراف هذه التي بنوها على أسس دينية جعلت منهم أصحاب ضمائر. يعني تجد مجتمعاتنا، يعني لو رجعنا 50 سنة للوراء مثلا نجد الأجداد وكذا، يعني الاحترام الذي كان بين الكبير والصغير، هذا النظام الذي يتعارف عليه، هذه الأخلاق العالية التي يتخلقون بها، هذه من وحي الضمير حقيقة، ولكن هناك أصول دينية لها. لكن في البلاد غير الإسلامية هؤلاء تنظيماتهم وهذه الأصول أو الأمور المتعارف عليها بينهم هي من وحي الضمير، ولكن لم تبنى على دين، وإنما بنيت على هذا الصفاء الموجود في الفطرة الإنسانية حين لا تشاب بشائبة، وربما النفس السوية، لأن النفس السوية تميل إلى كل ما هو أخلاقي. بارك الله فيك. نعم. لا شوف، النفس مراتب. يعني القرآن أورد
أن النفس أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، يعني إذا ترك لها العنان ستتجه نحو الأمور المريحة، نحو الأمور اللذيذة، نحو الأمور التي لا تكلف. النفوس كلها ميالة إلى الهوى، هذا هو الذي يسمى بالهوى بين قوسين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هذا الذي يتخذ الهوى إلها هذا يسير النفس. النفس يكبحها الدين وتردعها ويردعها القانون، يعني قوة القانون هذا الذي يردع النفوس، فتسير في هذا الخط المرسوم لها. وإلا لو تركت وأعنتها ستكون النفس يعني نفس حيوانية في خلقتها. الإنسان حيوان عاقل، يعني لولا هذا الدين الذي كبح جماح النفس لأضر الإنسان بأخيه الإنسان أكثر مما يضر الحيوان بالحيوان. لأنه أوتي عقلا يمكنه بأن يدبر حيلا تسمو فوق التصور يعني. لذلك الضمائر لها مشترك إنساني نعم، ولها أصول دينية، هذه الأصول الدينية هي التي تفعل الأفاعيل. لذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد فترة وجيزة من البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بعد حوالي 50 سنة فتح نصف العالم، يعني تعجبت البلاد المفتوحة من يعني ما هو سر هذا الدين الذي بعث هذه الضمائر من العدم إلى الوجود. هذه الضمائر التي عاشت في بيئة صحراوية مقفرة أمية لا تقرأ ولا تكتب غزت نصف العالم في نصف قرن، لم يحدث هذا في تاريخ البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا. بمعنى أن الضمير حين يكون مسنودا بأصول الدين وكلياته وضوابطه يفعل ما لا يتصور. نعم، شكرا بارك الله فيك أستاذي الفاضل أستاذ خليل القاضي. أكيد سنتعقب سير العظماء ونرى كيف كان للضمير ولسلطة الضمير دور يعني في وصولهم إلى مراتب العارفين. أستاذي الفاضل أستاذ حيدة، كما ذكر أستاذ خليل القاضي أنه الضمير هو فطرة في الإنسان لا يرتبط بدين الإنسان، وإنما الفطرة السوية هي التي لها سلطة، يعني للضمير يعني تتحكم فيها سلطة الضمير. طيب، ما هو دور سلطة الضمير في تزكية النفس؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أذكر السادة الأساتذة على هذه الإفاضات الجليلة والعظيمة، ونبدأ ونقول بقول الشاعر أو نتمثل بقوله: ولا خير في نيل الحياة وعيشها إذا ضاع مفتاح الضمير وانمحى، إذا ما ضاع مفتاح الضمير وانمحى، ألست ترى أن الحبوب ثخينة تحول دقيقا كلما طحنت الرحى. الضمير هو ذلك الشعور الإنساني، إذا لا نتكلم فيه عن الدين، يعني بغض الدين والملة يكون في كل إنسان، إلا أنه أولى أو أن المسلم أولى به، أو أن نسبة حياة ذلك الضمير من الأولى تكون في الإنسان المسلم أكثر، بغض النظر عما يكون به حال واقعنا. فهو ذلك الشعور الإنساني الباطني الذي يجعل المرأة أو الإنسان يرتقي سلوكيا، ويولد لديه أو فيه قوة وطموحا منقطع النظير فيما يكون فيه صلاح نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه وصلاح الإنسانية جمعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعلقت همة أحدكم بالثريا، أو لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. يكون فيه ضمير حيا فيما ينفع كل الناس وكل المخلوقات، فينال أي شيء ولو كان ذلك الشيء يستحيل نيله. فإذا كان ما كان ضميره حيا تعلو همته فينال ذلك الشيء ولو كان مستحيلا. أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد. والأزمات المتوالية في المجتمعات بغض النظر عن دينها وملالها التي تتبعها، يعني الأزمات القاعدة فيها إما حياة الضمير أو موته. فإذا كان الضمير حيا لم تكن هناك أزمات في المجتمعات. إذا غاب الضمير يعني تكثر وتتعدد الأزمات بتنوعها اقتصادية واجتماعية وأخلاقية إلى غير ذلك.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة تطلب حياة الضمير. جميل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني لأن الأخلاق هي من أهم ثمار الضمير أو حياة الضمير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أن يقول إنما بعثت لإحياء الضمير الذي يكون سببا في السلوكيات الحسنة التي ترتقي بالمجتمعات. ولذا نجد أنه من أهم ثمار العبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرائضها ونفلها، إنما جاء لأجل الأخلاق، لأنها تحيي في الإنسان ذلك، تحيي فيه ذلك الشعور الإنساني الباطني الذي يجعله ماذا؟ يجعله يرتقي سلوكيا. فنجد مثلا في الصلاة مثل ما أحيى إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انظر الأخلاق. تذهب إلى الصيام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. إذا ذهبنا إلى الحج، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا هو محل الشاهد فيما سألتني عنه. إذا ذهبنا إلى الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. إذا كانت أهم ثمار العبادات هي الأخلاق، فلنعلم أن حياة الضمير سبب مباشر لانبعاث تلك الأخلاق والسلوكيات الحسنة. نعم. من هنا جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء الضمائر. لذا قلت لك في البداية أنه هو وإن كان شعورا باطنيا إنسانيا بغض النظر عن الدين والملة، إلا أنه الأولى أن تكون نسبة حياة هذا الضمير في الإنسان المسلم أكثر من غيره. نعم. لما جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم والشريعة، لأننا مطالبون بالتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني علاقة الضمير بالنفس من خلال ما ذكرناه، لأن الإنسان مطالب بتزكية نفسه تحلية بفضائل وتخلية عن الرذائل، قد أفلح من زكاها وأضخب من دساها. نعم. ولا أظن أن إنسانا مات ضميره يستطيع أن يصل إلى مرحلة يحلي فيها أو فيها نفسه، باعتبار أن ضميره مات، كيف يستطيع أن يستجلب أو يحلي هذه النفس ويزكيها تحلية بالفضائل وتخلية عن الرذائل؟ إنما يكون هناك نبض لهذا الضمير يجعله ماذا؟ يجعله يستجلب كل خلق حسن ويشمئز وينفر من كل خلق سيء. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيسعى من كان ضميره حيا إلى نيل ما ذكرناه، أما من مات ضميره فلا يكون منه أي داع يدعوه لما ذكرناه. ولذا ربما نجد يعني في التقسيمات كما ذكر الدكتور قاضي، الضمير الحي والضمير المستتر أو الغائب والضمير الميت. نعم. منعدم. ربما على حسب ترتيبات بعض ترتيبات نفس، نجد أن مثلا الضمير الحي في إشارة للنفس، يعني يكون أو يندرج تحت أو تندرج تحته النفس الراضية المرضية المطمئنة. فكلما كانت النفس راضية مرضية مطمئنة، المعنى أن صاحب ذلك النفس ضميره حي. نعم. وكلما كانت النفس لوامة تلوم صاحبها، وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بسوء أو لوامة، فلا أقسم بالنفس اللوامة، يكون صاحب تلك النفس ضميره مستترا، ربما يحيا تارة ويغيب تارة أخرى. نعم. وربما في التقسيم الأخير في الضمير الميت، يعني إذا كان الإنسان ذا نفس أمارة بالسوء، تأمره بالسوء ولا تنهاه عنه ولا تلومه على ذلك، فيكون صاحب هذه النفس ضميره منعدما ميتا. فالضمير وإن كان يختلف من كونه منعدما أو كونه مستترا غائبا أو كونه حيا، إلا أن ذلك راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الإنسان في حد نفسه، فيجاهد نفسه لكي ينتقل أو يكون ينتقل من كون ضميره منعدما إلى كون ضميره ماذا؟ مستترا، إلى كون ضميره حيا يدعوه إلى أن يتخلق بالأخلاق الحسنة وتزكو نفسه. نعم، شكرا، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا ويجعل ضمائرنا حية. شكرا بارك الله فيك أستاذي الفاضل أستاذ عبد القادر حيدا. إذن أستاذ دكتور عبد القادر تومي، إذن كما أجمع كل الأساتذة بأن الضمير يساوي الفطرة السوية والفطرة السليمة للإنسان وهو معطى إنساني، طيب كيف يبقى هذا الضمير حي على الفطرة السليمة؟ شكرا. فعلا أنا وافق الأساتذة الكرام على أن هناك فرق ما بين الضمير والدين والأخلاق. نعم. الأخلاق والدين أمور أعلى من الضمير، الضمير أمر
إنساني يقوى ويضعف. صحيح. أحيانا ينام وأحيانا يستترك مثل ما قال. أما الأخلاق فهي شيء أعلى. نعم. بدليل أن أحيانا تموت الضمائر ولكن الأخلاق تبقى بقيمتها والأديان ولا أيضاً تتغير. بقدساتها ولن تتغير. نعم. تتغير. إذن لا يوجد وراء أي ربط ما بين هذا وذاك. الربط الوحيد هو مثل ما قال الأستاذ خليل قضية الاحتواء، أن الإنسان صاحب الضمير الحي هو ذاك الذي يملك مرجعية دينية قوية أو يستند إلى قاعدة أخلاقية صحيحة يستقي منها ويغترف منها أفكاره وتوجهاته وأسلوب حياته. بالنسبة إلى الضمير فعلا يحيا وأحيانا لا نقول يموت، لأن الضمير هو مثل ما قلنا فطرة خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وقد عدل في ذلك الله سبحانه وتعالى. الضمير والعقل وهذه الأشياء كلها والإحساس والسريدة هي أعدل قسمة بين البشر. ألا يموت عندما أستاذ عبد القادر تومي ربما توافقنا، ألا يموت الضمير عندما هكذا نتصرف بسلوكيات يعني لا يقبلها لا العقل ولا الشرع تصل إلى جرائم القتل وجرائم يعني يندلها الجبين، ألا يموت الضمير؟ لأنه هنا تكون يعني السلطة، تلك السلطة غيبت نهائيا. فعلا هو الموت هذا يعني من ناحية الفلسفية فيه درجات. نعم. أحيانا ينام الضمير لدرجة أنه نعم سبات كامل، لدرجة أنه يرى الأشياء خلاف ما يراها الإنسان العادي. فنحن عندما مثلا نجد في ما هو يقع بالمسلمين اليوم في إخواننا في فلسطين، ما يمارس الآن من إرهاب ضد المستضعفين في الأرض مثلا، نقولها أين هؤلاء؟ ألا يوجد ضمير عند الأمريكان؟ نعم. عن الضمير الجمعي. القضية نعم. القضية هي هنا قضية منفعة، أن هؤلاء مصاصو الدماء في الوجود مثلا يرون متعتهم أو يرون منفعتهم في القيام بذلك الفعل. الآن متى ينام الضمير ومتى يستيقظ هذا مرتبط مع مختلف الآليات التي يستند إليها هذا الضمير والظروف العامة التي يعيشها الإنسان. أحيانا قد تجد ملحد ضميره حي مثلا، يرأف وربما يرحم ويقوم بأشياء ويستعطف ويقوم بالخير ويحترم الآخر. نعم. ويحترم. وقد تجد من هو متدين وقد تجد من هو متدين قد يضعف إيمانه ويضعف ضميره وبالتالي يمارس أشياء لا يمكن أن لا يقبل بها الدين الذي يعتقده. لكن نعم. حتى إذا نود أن نفسر أستاذ مال. إيه؟ يعني نعم. طرح يعني فرضية مهمة ومهمة جدا. فعلا. قد يكون الشخص متدين والعبادات في وقتها لكن تلك السلوكات تنقض العبادة، وقلتم يعني الضمير لا يتنقض والدين، أين اللي يعني حل الإشكالية؟ تفضل أستاذ. نعم تفضل أستاذ مالك وأستاذ خليل. في الذهن ربما يكمل فكرة. أضيف فقط أن وظيفة الضمير تماما مثل رجل الجمارك الذي يمنع دخول الممنوعات إلى البلد، فكذلك بالنسبة للضمير يقوم بنفس الوظيفة، يمنع السلوكات الغير طيبة الغير أخلاقية لكي يقوم بها الإنسان، هذه وظيفته. وحتى يقوم مقام شرطي الضمير لأنه يحاكم ويراقب ويمنع ويسمح وهكذا. إذن هذه الوظيفة التي يقوم بها الإنسان في ضميره، هنا يكون الضمير عادي يتطور وينمو الضمير مثل ما يتطور إيمان الإنسان. نعم التربية الإخلاقية. نعم بالتربية وكذا يتأثر، وحتى طبعا ينمو هذا الضمير ويكون حيا مستيقظا قويا راشدا، لابد أن يستند إلى مرجعية، لابد أن يتربى، لابد أن يحاسب نفسه، حتى الضمير يحاسب نفسه مثل ما يحاسب الإنسان. العقل يتدخل في أحيان كثيرة ويأتي للإنسان ويقول له ينبغي أن تحاسب نفسك حول ما قمت أو حول ما ينبغي أن تقوم به. إذن فهذه أن الضمير ينمو ويتطور انطلاقا من عناصر موجودة يعيشها الإنسان. نعم تفضل أستاذ. بارك الله فيك أختي منى، ونشكر الدكتور على هذا التفصيل. وشيخ خليل كان تكلم عذرا عن الضمير الميت، وإحنا نحن نقول دائما إن الموت قد يكون بغتة وقد يأتي بمراحل. في مسألة الضمير، إذا كان الضمير حيا فإن صاحبه حي، لكن هذا الضمير قد يصاب ببعض الآفات، قد يصاب ببعض الأمراض، وهذه الأمراض قد تكون خطيرة وقد تكون غير خطيرة. إذا كانت أمراض بسيطة وهذه تصيب الجميع، لأنه لا أحد يبقى ضميره على ما هو عليه أبدا،
هذا الضمير مهما كان عاليا فإنه معرض لأن تخفت أن يخفت تأثيره، يهتز. بارك الله فيك. الآن إذا كانت هذه الأعراض خفيفة، ضربة ريح هكذا أو زكام كما صوتي هذا، فربما هذا إن شاء الله شفاء إن شاء الله يا رب. ربما هذا تأثيره لا يكون قويا، لكن إذا تمادى، إذا ما كانش فيه صحوة تاع الضمير، نعم. الآن إنسان إذا أصيب بنزلة برد، نقول إحنا بعض الأمراض البسيطة إذا تغافل عنها الإنسان فإنها ستتطور وستصير أمراض عظيمة. يقول لك بعض الناس توفي ما هو سبب، وكان عنده ألم في الضرس لكنه استهتر به، نعم. الضرس حاجة. الآن إذا مرت المرحلة ربما يأتي إلى مرحلة المرض الخطير، والمرض الخطير عنده مراحل أولية ومراحل أخيرة. في المراحل الأولية قد ينفع التدخل، في المراحل الأخيرة قد يصعب، إلى أن يأتي إلى مرحلة الموت. وهنا بيت المتنبي المعروف، ومن يهن يسهل شو البيت هذا الشطر الثاني مهم، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لميت ما لجرح بميت إلى. الآن كان قلب الضمير على الإنسان سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، هناك أناس ضمائرهم قوية وحية تحول دونهم ودون فعل المنكرات، وتحول دونهم، وكان أمثلة عديدة في القرآن اللي حبيت الآن ولا نعم. ولا لاحقا كما حبيت، تحول دونهم ودون التقاعس عن الطاعات. كاين بالمقابل أناس آخرين ضمائرهم يخفت أثرها قليلا، فتجده يفعل ذلك الأمر ثم سرعان ما يؤنبه ضميره، وهناك من يفعل هذا الأمر وهو معتز ومتفاخر. الآن كان حب نضرب لك بعض الأمثلة هكذا في القرآن، لا ليس على سبيل الاستقراء التام، نبدأ من السنة. تاع ضمير حي منع صاحبه من أن يفعل الفعل ابتداء، الرجل أصحاب الغار الذين آوتهم الصخرة إلى الغار، قصة معروفة. الشاهد هو الرجل الثاني الذي قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجل المرأة، وإنها أصابتها مرة حاجة فجاءتني تطلب أن أعطيها مالا فراودتها عن نفسها. لماذا؟ لأنه كان يحبها. قال فأبت ثم ذهبت، وهنا ظاهر الحديث لم يذكر هذا، ذهبت تريد أن تلبي حاجتها من عند غيره، لكن الظاهر أن غيره لم يعطيها حاجتها، فعادت إليه مرغمة. قال فلما تمكنت منها قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الشاهد قال فقمت عنها وهي أحب ما يكون إلي. هذا ضميره القوي في لحظة التمكن من فعل المعصية، وليست لحظة التمكن فقط بل لحظة العزم عليها، لأن المعصية مراتب، قد تكون حادث نفس، خاطرة، هاجس، هم، إلى أن تصل إلى العزم، والعزم كالفعل، نعم. وإن تخلف إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. الآن في القرآن كاين أمثلة لأناس عندهم ضمائر، لكن ضمائرهم تأثيرها لم يحدث إلا بعد الوقوع في الفعل. لاحظي مثلا قصة إبراهيم مع قومه، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، الآيات، إلى أن قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وجتهم الحامية، وش جاوب؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وعلق السيف، علق الفأس في رقبة الصنم الكبير، قال هو من قاتلهم، قالوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الآن تحركت ضمائرهم، رأوا فعلا بأن هذه الآلهة غير ناطقة، ولا يجب أن تكون آلهة، الضمير الحي يحول دونك ودون عبادة الحجارة. شوفي الآية، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. صحوة ضمير ظرفية لم توصل صاحبها إلى أن يقلع عن المنكر بالمرة، هذه صحوة الضمير الظرفية التي ليست قوية لا تنفع. يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قالت هيت لك، قال معاذ الله. العلماء قال لك قالت هيت لك، قال ما كانش فترة الانتظار، هذه فترة الانتظار خطيرة. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. مثال بارز، مثال آخر قوي جدا، نعم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أصلا النزاع من أجل الزواج بفتاة، أين قربوا قربان؟ واش قالوا؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، العدوان، نفس العدوانية، قال إنما يتقبل الله من المتقين. آية إلى أن قال
فطوعت له نفسه قتل أخيه. هنا الضمير كان غائب. نعم. لو كان الضمير حيا ما يقدرش يدينا أخوه. أخوه قال له لأنه ضمير حي قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا لباسط يدي إليك لأقتلك. شوف الضمير الحي يخليك كما ذكر الشيخ حيدة بارك الله فيه في البداية جملة العبادات اللي تخلي جانب التقوى والضمير حي في الإنسان. ما معنى أنك تكون صائم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. نعم. كأن المعنى يجب أن أرد عليك. نعم. لكن عبادة وقالت في نفسي جعل الضمير حيا يحول دون أن أرد عليك. وهذه الأمور كلها تقوي الضمير. أستاذ مالك نواصل هذه النقطة ولكن بعد إذنك نستقبل مكالمة أم عبد الغفور لا نترك المتصلين ينتظرون طويلا. أم عبد الغفور السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا كامل كما راكم. أنا عندي موضوع في هذا السوجي هذا بالذات. نعم تفضلي. أنا عندي 5 سنين كنت نخدم في مؤسسة استشفائية. نعم. اسمعيني مليح. كنت نخدم مع عون وحاسب. ومن بعد واحد نهار أنا كنت نخدم مع الزميلة ديالي حسيت بلي كاين مشكل في لاكاس في الدراهم. نعم. طلعت عليها أخويا قالت لي ما كاين والو. أنا خدمت لها كاع كما نقولوا الستاتيستيك وخدمت معها كلش. هي كانت تحت 30 دراهم. مي أنا كان عندي توجور دي دوت كاين بروبليم. بعد ما وليت من الكونجي تاعي بديت نطلع. نعم. حسيت كاين دي كارني شغل مسروقين. ما قدرتش على ذاك صدقيني نجي للدار نضرب مع المرايا. قلبي يوجعني نقول له يا ربي بالك غلط بالك خطا. صح ما قدرتش نسكت. رفدت روحي ورحت وين احنا مدرستي وظلام لاغو زاد. جبت كامل كيما نقولوا احنا البيلون تاع العام. لقيت واحد 6 ولا 7 كانيات كاع مسروقين. طلعت درت لو رابور تاعي وطلعت المديره قلت لها واش كاين بون باش نقول لك انا لقيت تجاوب بلا بالمية ما لقيتش كاين اللي وقفوا معايا وكاين اللي ما وقفوش معايا زيات لهاد لا بيرسون هادي الكونسيرني ومن بعد كي قالت لها واش كاين قالت لها ما كاش جبت لها حطيت لها كلش قدامها والرد اللي تلاقيته انا من المديره المؤسسه نعم قالوا لي واش حبيتي بلي السيرفيس اللي حبيتي نحطوك فيه قلت لهم انا ما بديتش السيرفيس نقعد السيرفيس تاعي ماشي كل يوم انا بدي البلاصه انا ها واش كاين وخدمي خدمي زوج سوايع كفايه روحي لدارك تقديت روحي لدارك ما عندناش مشكل انت عندك انكا عندك بروبليم عندك وليد مريض وقاعدتك بصح انا كي جيت للدار قعدت ندار قلت كيفاش انا مؤسسه ونخدم في حاجه زوج سوايع كفايه وانا ولادي ياكلوا الحرام ما نقدرش امني الدار بقلبي ولا عن بالي قلبي حيوجعني يحبس لي ما تلمس حاسب فيها تأنيب الضمير هنا ما قدرتش امبوسيبل كنت نخدم انا زوج سوايع كفايه ونجي لداري مانيش نخلص من عندهم هذه مؤسسه راهي تخلص فينا كامل نعم. وانا ماشي انا هنا انا المخطئه مانيش انا الغلطه هنايا بديت حكمت مع زملائي قلت لهم واه انا كان عندي في ذاك الوقت كنت هذاك هو العام اللي تنوميت فيه خدمت له 20 سنه فاكاتير نهار حق 23 تنوميت عاون اداري عندي لو نيفو تيرمينال دوكا عندي 51 الله يبارك جيت الله يسلمك جيت انا قلت لهم واه نخرج ندير لا دومي روتريت وهذاك هو الان تاعي الاخراني 2014 2015 كان هذاك هو كيما نقولوا ديبوزيت تاع لا دومي روتريت هذاك هو العام الاخراني اللي ديبوزيت فيه نعم المهم كي جيت درت لو رابور هضرت مع راجل قلت له ما قدرتش نخدم كيفاش قلت له انا ما يهمنيش قلت له 1,500,000 ارحم لي مقار بحت ولادي تجي ولادي كبروا درت لا دومي روتريت تاعي وهذوك راني قاعده جوست كامل في داري مي هذيك لا بيرسون جوست كامل امني وانا ما تامنيش مازالها تخدم بصح ما تجيش لوبيتال جيت تدي دراهم وتجي تروح لا حول ولا قوة الا بالله انا ما قدرتش ولا دوكا والله نخسر ما نقول الله ما حس لي خلقي كما حسيت خلقي نضرب مع الملايا واش نقولها عمرك ما تغلب لي الشيطان وعمرك ما تدخل بين يا نسي الحمد لله الحمد لله عليك مثلا بصح من داك ولا عندي وجع في قلبي نقول نعم. بالك دوك يحبس قلبي دوك المرض دوك شنو يصرالي دوك كنت مع وليدي قال لي واش بك يا ماما قلت له وليدي روح صلي وانا نحصلي صلاتي قلت له مانيش قادره قلبي مازال يوجع ما على باليش حاجه ابسط حاجه صغيره ما نقدرش نرجع عليها ما نرجع ما نقولكش ما نرجع صح نهار ما رجعش قلبي يوجعني دوك ما على باليش دوك انا اسكو هادي هذا ضمير ولا هذا صراع مع ناس مانيش عارفه روحي نعم نعم شكرا بارك الله فيك سيدتي الفاضلة وهنا يعني أشارت إلى نوع من أنواع الضمير وهو الضمير المهني الذي له دور أساسي يعني في الفاعلية في المجال المهني وهو الرقيب الفعال بأن يؤدي كل إنسان مهامه بأحسن وجه نعم وتفضل أستاذ مالك ثم ننتقل إلى بما كنتم يعني النقطة اللي وصلت إليها بارك الله فيك فكرتني هنا كاين عنده ضمير هذا ما هضرناش عليه
بان لي من خلال تقسيم جديد هذا بس انتجوه من هذه المكان ضمير المهني يعني كنا لا كاين ضمير الميت وكاين ضمير المميت كاين اللي عنده ضمير مات ويريد ان يميت ضمائر غيره نعم نقول لك في هذا هو الواقع الان في المجتمع هذا هو الواقع هذه خرجت تقريبا تقولي فرارا واش معناتها ما تهضريش وروحي وراكي مريضه واش معناتها ترمال تطمئنها شويه نعم نعم تطمئنها شويه وربما تزيد تطمئنها نعم ان شاء الله استاذ حيده نعم شوفي انا نقول لك الانسان اللي عنده كان عنده واحد الاستاذ قرينا كنا نقراو قانون استاذ فلسطيني بطريقته قال في القانون الجنائي احيانا المجرم هو الذي يعاقب نفسه وضربنا مثال مضحك قلنا احيانا الانسان مش عارف الحقيقه مثل هذا ولا لا يقتل شخصا ويدفنه ما كاينش اللي عارف ولا واحد عالم قال من بعد هو الناس يقولون ربما هناك شخص ميت هنا ربما هناك شخص ميت هنا وشخص قال لي اصطدمت واحد صدمه خطيره جدا وهرب لم يتمكن منه ومشى حوالي 2 كيلومتر وكلم واحد وقالوا له هرب لأنه يعني ذات ممكن منك ربما كان قانون المرور غير كما صعب قال لي رحت قال لي دنيت قال لي كدت وجن مثل هذه ما صبرتش الروح نعم نجوت لكن ما نقدرش الآن نروح نسأل عن هذا المريض ما فعل الله به فمثل هذه الضمائر الحية هذه هي التي نريد نعم. ضمائر الميتة لا تنفع نعم. والندم بعد فوات الأوان لما كنت الكلام اللي كنت نتكلم عليه قبيلة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين يجب أن لا نتعاطى مع النفس في هذه بعد الأمور ماذا؟ يعني هو على كل حال الندم بعد فعل المنكر أفضل من عدم الندم مطلقا نعم. لكن نريد الندم المنتج الذي يؤثر في صاحبه قبل فوت الأوان هذه الأخت الكريمة أنا أحييها وأحيي كل أصحاب الضمائر الحية الذين يتعرضون إلى صعوبات في أعمالهم الذين قد يتعرضون إلى أخطار في بعض المصانع بعض المعامل بعض الإدارات ربما إذا وجد منك أنك تريد أن تظهر الحق قد تصاب بأذى نعم. في مكان في إدارة من الإدارة في جامعة من الجامعات مسابقة دكتوراه حدث خطأ أنا نقول خطأ ما نش عارف إلا عمد المهم فاز فلان ورسب فلان والأصل العكس ولم ينتبه له بعد 3 أشهر ولا 4 أشهر هذا يقرأ وظن أنه ناجح والآخر لا يقرأ كاين أستاذ فاطينا إلى الأمر عنده ضمير حي الآن بين أنت بين أمرين إما أن تسكت لأن الأمر الآن مراكز قانونية على الأرض 4 أشهر أو تتكلم هذا الأستاذ تكلم فلما تكلم وصل الأمر إلى من بيده الأمر جاء بلجنة التحقيق تدرين ماذا الذي حدث يعني حدثت له مقاطعة كبيرة من قبل مجموعة كبيرة من الأساتذة الآخرين على قالوا له الأمر جاز وما كاش اللي ثاقله وبداوا يقراوا لماذا تحيي الأمر كنت قادر تسكت قال لي أستاذ في لجنة الخدمات الاجتماعية نتكلم عن أشياء سألت خطرة معامل التعامل مع البنك هذا التعامل أحلال ولا حرام ينطق لي فيه من أساتذة يصليوا قالوا له أنت علاه دخلنا غير تهضرنا غير على الحلال والحرام إذا قوي ضميرك تسأل عن الحلال والحرام إذا مات ضميرك لا تسأل نعم أستاذ مالك إذا هذا يسمى تغييب الضمير الجمعي ليس كذلك أستاذ خالد القاضي وأنت ذكرت يعني مثال في بداية الحصة عن دول متطورة التي لديها يعني سلطة الضمير تتحكم في الآخرين فكل واحد يعرف ما له وما عليه إذا لو نعرف الآن دور السلطة كيف يكون دور هذا الضمير الجمعي في استقرار المجتمعات وفي تطورها أستاذ نود أن تكون مقاربة تاريخية الأمر نعم. شوف المسألة التي أثارها الأستاذ عبد القادر هي مسألة جديرة بالبحث يعني وليس نعم. بطرح وجيز ولا نعم. يعني هؤلاء الذين لا يدينون بدين ويفعلون هذه الأعمال التي نعدها أخلاقا سامية نعم. يعني إنقاذ غريق إغاثة ملهوف نعم. الحلو على ضعيف هكذا نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النظافة النظام أمور هذه نعم. هي نشأ أتباعهم نشأة يعني خرجت يعني من رحم المعاناة خرجت مع الثورة الفرنسية تقريبا حين بلغ الإقطاع مداه في الاستئثار بخيرات الناس يعني أصبح الناس خماسون عند هؤلاء الأباطرة وعند هؤلاء الأسياد فالشعب ثار
ثورة الجياع يعني إن صح التعبير. فيما بعد ارتقى بهم الأمر إلى أن نظموا أنفسهم وهيكلوا هذه المطالب في قوانين أصبحت قوانين معمولا بها، لا, لا, لا يمكن أن يكون أحد فوق القانون حتى ولو كان الأمير أو السلطان أو الحاكم أو كذا إلى آخره. وأحيانا تكون سلطة الضمير فوق القانون فعالة أكثر. طبعا نعم. طبعا نحن الميزة التي عندنا، شوف هؤلاء يعني بهذه القوانين نظموا أنفسهم. نحن في ديننا نعم يعني يجب أن تكون القوانين، ولكن سلطة الدين أو الضمير الديني إن صح التعبير هذا يكون أفيد من آلاف القوانين، أفيد بكثير، لأن الرقابة شوف القانون يحكم على الظاهر، القوانين كلها تحكم على ظاهر الأشياء. يعني الذي يعمل في منصب حساس وتجري أموال بين يديه وكذا الملايير إلى آخره يمكن أن تكون هناك ثغرة قانونية يمكن أن يختلس الملايير مثلا، ولكن إذا كان متدينا سيردعه دينه عن أن يختلس. لماذا؟ لأن الضمير الديني فوق الأمور القانونية هذه. بل حدث فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية في 1931 أنها حرمت الخمور، يعني منعت أن تشرب الخمور علنا اللي كثرت الحوادث وكذا والقتل والجرائم إلى آخره. لم يلتزم الناس يعني التزموا ظاهرا هكذا، ولكن أصبحت التجارة السرية لهذه الخمور أكثر مما كانت في حال العلن. ولكن قارن مع تحريم الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم نفسه الذين كانوا ألكوليك يعني مدمنوا خمور تخلوا عن هذا الشرب وراقوا هذه الدنان التي كانوا يخبئونها في دورهم حتى أصبحت شوارع المدينة حمرا من هذا المادة المراقة. بمعنى أن سلطة الدين سلطة الوازع الديني أكبر بكثير من سلطة القوانين. هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور الأخلاقية هؤلاء فيهم بقايا فطرة، هؤلاء غير المسلمين فيهم بقايا الفطرة، وقد أسلفنا أن الفطرة صافية، الإنسان خير بطبعه، البيئة والظرف والتنشئة والأعراف والتقاليد هي التي تبعث به إلى أن يفعل ما يفعل خارجا عن الجدة، وإلا فالإنسان خير. النفس هي التقاء الروح بالبدن، الروح سماوية وليست أرضية، حين نزلت إلى هذا البدن سجنت في هذا البدن، اتصال الروح بالبدن هذا هو الذي يسمى نفسا. ذلك يقول القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولكن الروح لا يذكر عنها شيئا بسوء. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فرق شاسع بين هذه النفس التي اختلط بها الروح بالبدن، والبدن طيني دائما يميل يعني يخلد إلى الأرض، والروح شفافة سماوية جاءت من الطهر وستعود إلى الطهر بعد مفارقة هذا البدن. ذلك الأمر يعني إذا تعلق بالدين الإنسان يعيش مطمئنا، يعني ضميره شوف اطمئنان النفس هذا لا يتأتى من فراغ. الإنسان أعماله وكان مكالمة وقال لا ننتظر مكالمة المشاهدين تفضل. الإنسان يقول لك واحد مثلا مرتاح الضمير، هذا فلان مرتاح الضمير، راحة الضمير هذه لا يجدها إلا من ذاق شيئا منها، لا يمكنك أن تشرح لأحد كيف يرتاح ضميره إن لم يذوق هذا. صحيح. وقد ورد عند القدامى من ذاق عرف ومن عرف اغترف. بعض العوام يعبر بعض العوام يعبروا عن هذا، مثلا يقول لك أنا إذا وضعت رأسي على الوسادة بارك الله نمت لأنه لا. ذاق هذه الراحة. نعم وسنرى كيف لو لم يذوق لم استطاع أن يصف هذه الراحة. نعم وسنرى كيف يرتاح ضمير أستاذ خليل قيد. أستاذ حيدة، الآن المجتمع وللأسف الشديد ربما نموذج في اتصال الأخت أم عبد الغفور من العاصمة، الآن يعني مع انتشار المنكرات وإلحاق الأذى بالآخرين، هذا الأذى الذي يكون أحيانا أمام مرأة الناس ولا أحد يتحرك هنا، والكل يقول أنه الضمير ميت، ولكن أحيانا قد يكون هذا الضمير حي ويقول بأنه العين بصيرة واليد قصيرة. هل في هذه الحالة يحاسب الإنسان إذا كان الضمير حي ولا يستطيع أن يتحرك؟ نعم، قبل ذلك أثمن ما ذكره الأستاذ الدكتور قاضي في الإشكال الذي طرحته قبل قليل، وهو أنه كيف المجتمعات الغربية والغير المسلمة يعني يكون فيها الضمير حي فترتقي
في سلوكياتها وفي أمورها كلها وفي وتتطور إلى غير ذلك. أنا لا أثمن ذلك وأثني وأقول أنه الضمير عند غير المسلم ربما تقيده القوانين الوضعية. صحيح. أما الضمير عند المسلم فيقيده الوازع الديني. وبالتالي إذا كان المسلم هو كإنسان عنده ضمير ولكن إذا لم يكن لديه وازع ديني فيتحايل حتى على القوانين الوضعية. نعم. ويسرق ويفعل كذا وكذا. صحيح. والأخت المتصلة يعني تعاني ولكن هي في الأصل لابد لها أن تطمئن ما دام يعني قطعت هذه الخطوة التي استطاعت من خلالها أن تكبح جماح هذه النفس وبرهنت على حياة ضميرها ولم تجعل يعني هذه المؤسسة الاستشفائية تغرق في مثل هذه الأساليب المشينة ومنعت يعني أنقذت نفسها مما ذكره الأستاذ أبو عمرة أن يمات ضميرها أيضا وما أكثر من أميتت ضمائرهم يعني عمدا. صحيح. وأصبحوا يستهانون يعني الآن الهدف أننا يصلون إلى مرتبة أنني أستهين من الأمور التي كنا ننكرها يعني في الماضي أصبحت الآن سهلة والضمير لا يرى يعني لا يتأنب عندما يرى لا يوجد هناك تأنيب للضمير. أستاذ حيدر للأسف الشديد لابد أن نرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. نرجع مثلا إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في قضية المهن ما سميته بالضمير المهني. سيدنا عمر لما ولاه سيدنا أبو بكر الخليفة القضاء سنتين لم يأتيها أحد، جاء إلى سيدنا أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله أقلني من حكم الله أو منصب القضاء. قال يعني من مشقة القضاء تفر؟ قال لا، ولكني لا حاجة لي أو ولكنه لا حاجة بي بين قوم مؤمنين. يعني ضمائرهم حية، كل يعرف ما له وما عليه. نعم. ما فيش داعي للقضاء أصلا. ولذا من نصوص المستحدثة يقولون أن العدل ليس في نص التشريع القوانين الوضعية وإنما هو في حياة ضمير القاضي. لما كانت ضمائر سلفنا رضي الله تعالى عنهم حية لم يحتاج إلى من يفصل الخصومات فيما بينهم لأن كل واحد يعرف ما له وما عليه. ولكننا في زمن كما ذكرت المتصلة انقلبت فيه الموازين، إذا ماتت الضمائر انقلبت الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في حديث يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤمن فيها يؤتمن فيها الخائن خول فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. الرجل اللي يتكلم في شأن العامة يعني ليس له ضمير ليس له وازع ديني ليس له أي شيء ويصير هو الذي يعني يتكلم ويسر القوانين ويفعل كذا وكذا إلى غير ذلك. يعني هذه الأشياء ابتلينا بها كثيرا أخت يمنى للأسف الشديد. نعم. ولنعلم أنه لا نجاة لنا حتى في حياتنا الدنيوية ونحاسب نحاسب عند موت الضمير على موت الضمير. أستاذ حيدة الإنسان إذا كان لم يحاسب أن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الأولى أن تكون هناك القوانين الوضعية أيضا لكي ترتقي ضمائرنا بالقانون الوضعي. نعم. وإن كان ربما يقع فيه تحايل على القوانين الوضعية ولكن في المجتمع الغربية الضمائر هذه قيدتها القوانين الوضعية، لابد أن يكون هناك عقاب من الجانب القوانين الوضعية من القانون الوضعي ولا العقاب يعني متوفر إن صح التعبير أو يوجد العقاب في الإنسان الذي مات ضميره أو انعدم ضميره إن صح التعبير، فهو يفعل المنكرات يحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. شكرا. نعم. بارك الله فيك. إذن نواصل مشاهدي الأفاضل النقاش والحديث عن الضمير وكيف تحيا الضمائر، ولكن بعد أن نستريح مع هذا الفصل الإنشادي فلا تبتعدوا، جزاكم الله كل خير.
اصبر الكسر واستجب لدعائي الله 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 لا إله إلا الله له خلق
ألا تخيب سائلا وجود به كل خلائق تغرق عليه خلق ألا تخيب سائلا وجود به كل الخلائق تغرق الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عدنا إليكم مشاهدي الأفاضل لنواصل ما تبقى من عمر برنامج مفاتيح وموضوع هذه الأمسية الحديث عن الضمير وكيف نحيي الضمير وما هي مآلات تغييب الضمير. أستاذ عبد القادر تومي ربما الذي لا يعرفه الجميع أنه تغييب مآلات تغييب الضمير لا تعود وبال هذا التغيير على المجتمع ككل وعلى المحيط المهني وإنما على نفس الإنسان بحد ذاتها لأنه الضمير يؤدي إلى الانسجام النفسي يؤدي إلى الراحة النفسية وما يحدث الآن من أمراض عضوية وأمراض نفسية تؤدي إلى تغييب الضمير لأنه لا راحة لا راحة للإنسان إذا كان الضمير ليس مرتاح. أستاذ تفضل. هو الناس بضمائرهم يعيشون ضمن شبكة اجتماعية ثقافية أو سوسيو ثقافية إن صح التعبير تتأثر هذه الضمائر بما يحدث من المجتمع. فجميع السلوكات والأفكار التي يتعارف العادات والتقاليد التي يتعارف عليها الناس من عندما تتكرر من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن تصبح مجرد كالعادات. ولذلك من هنا فالأشياء الأخلاقية الرذائل مثلا إذا تكررت وتكررت تصبح مجرد عادات ولا لا يعير لها الإنسان اهتماما ولا تحيي ضميره. مثلا بعض الناس الرشوة تصبح مستساغة ويسميها قهوة ويسميها هدية ويسميها عادة وبالتالي لا توقف فيه أي شيء في الضمير يعني يقوم بها وهو وكأنه يقوم بأمر عادي. إذن الثقافة الاجتماعية تؤثر بجميع معطياتها وتداعياتها على الناس على عقول الناس يعني هي التي تصنع لهم ما هي فضائل وما هو الرذائل متى عندما يركزون على هذا الشيء ويبتعدون عن المرجعية الدينية والإعلام يلعب دور أساسي الإعلام مجاله هذا مجال نعم. الإعلام وهنا الشيطان يجول في هذه الأشياء. لذلك أنا فقط حتى أصبحنا ربما اسمح لي أستاذ تومي يجب أن أستحضر هذا المثال حتى أصبحنا نرى نماذج القتل الذي تذيعها كل القنوات الآن أصبحت عادية نعم. قتل المحارم وغيرها أصبحت الآن عادية وللأسف الشديد نعم. كل الجرائم التي تحدث مثلا في نجيل مجتمعاتنا للأسف الشديد القتل الإجرام الزنا كل الأعراض موجودة في كثرة في هذه المجتمعات. أين السبب؟ أين الخلل؟ هل الخطاب الديني مثلا الآن لا يستطيع أن يصل إلى عقول الناس ويغيرها؟ أم أن الأمر في عقول الناس لم تستجب في هذا الأمر؟ وأنا عندي تدخل هنا يعني رأيته من خلال تجاربي في مع الغربيين بالضبط. الغربي لما تقول له مثلا القاتل الغربي لما تقول له أتقبل هذا القتل أن يحدث في ابنك أو في ابنتك ستقتل لا يقبل. لذلك ثم بعد ذلك تقول له هذا الأمر موجود مثلا في الدين الإسلامي إذا لم تقبل هذا في وعندنا احنا في حديثة الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قضية الزنا قال له أتقبل هذا خاطب في الضمير تقبل هذا في أختك أو في أمك أو في زوجتك قال لا. إذن معناها القضية خاطبه بمنطق
ما قالوش الآية تقول أو الحديث، قالوا أتقبلوا هذا. إذا لو كنا جميعا مثلا أن نعزي أفكارنا عندما قبل الوقوع فيها إلى العقل، فحتما أننا نستطيع أن يعني نعرف بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الأمر، خلق كل البشر وهم سواسية في هذه الأشياء، أعطى لهم ضمائر وأعطى لهم عقول وأعطى لهم القلوب وأعطى لهم نفوس وأعطى لهم أرواح وكذا. يبقى قضية أنه في بعض الأشياء عندما نقوم بالفعل ونرتبه ترتيبا عقليا ونقارنه مع الآخرين نأتي إلى المعطى الديني والأخلاقي الذي يضفي، وهو الذي الفضاء الكامل الذي يضفي على أفعالنا. فنجد مثلا الإنسان يقوم بذلك الفعل كمؤمن انطلاقا من 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 الشرع، ولكن قبل ذلك انطلاقا من العقل. لهذا تأتي عقلانية الضمير، فتجد مثلا الآن كما قلت لكم النتيجة، لماذا الغرب يفوقنا في كثير من القيم؟ تجد مجتمعات تحترم وقتها، تحترم أعمالها، تحترم يعني حتى قيمها الثقافية، حتى قيمها الاجتماعية، ونحن مثلا إذن الضمير يتأثر بالمعطيات الاجتماعية. نعم، الضمير يتربى ويتلقى التربية مثل ما يتربى الجنين والطفل والشاب والكهل وهو ينمو، فكذلك الضمير ينمو بهذه المراحل ويتلقى في كل مرة يتلقى الاستضاءة، وكلما ارتبط طبعا بالله سبحانه وتعالى كلما استنار أكثر كلما ارتقى. نعم، وكلما ارتقى هذا الضمير واستفاد. نعم، شكرا، بارك الله فيك. إذن أستاذ خليل قاضي، ربما كنا نتحدث في الكواليس عن تأثير الضمير في الأمراض النفسية والأمراض القلبية التي تحدث للإنسان عند موت الضمير أو عند تغييب الضمير. بارك الله فيك. يعني الأستاذ أشار إلى نقطة هامة جدا، وهي أننا لم نتحاكم إلى هذا العقل، والعقل هي ورد في أحاديث للنبي عز وجل أنه أفضل ما خلق الله تعالى العقل، أو أول ما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر. صح الحديث أم لم يصح، ولكن العقل النصوص تتظافر على أن العقل له ميزة خاصة ميزة الله تعالى به عن الحيوان والجماد والنبات وعلى كثير ممن خلقت فضيلة هذا العقل. الآن نحن المجتمعات الإسلامية عامة لا أخذنا بالعقل ولا أخذنا بالنقل، يعني الروايات تترى من نصوص القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تطبيقها على الواقع، تنزيلها في واقعنا لم يكن. الآن فهم هذه النصوص بهذا العقل يعني تخلف نوعا ما عما كان عليه في بعض العصر بدون تسميتها. شوف الآن الفرق هذا بين النظر والتطبيق، بين التنظير والتطبيق، هذا كان حتى في القرون يعني المتقدمة. يعني شوف القرن الخامس الهجري، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، متوفى سنة 505 للهجرة، من أعلم علماء الدنيا في يعني في وقته حجة الإسلام، حجة الإسلام. نعم، يعني كان فيلسوفا لغويا صوفيا مفسرا شاعرا أصوليا فقيها شافعيا، يعني جمع فأوعى. هذا العالم الكبير سبب تأليفه للإحياء أو لإحياء علوم الدين أنه لاحظ أن الناس في زمانه، يعني البيئة المسلمة في زمانه، أنها في المسجد شيء وخارج المسجد شيء آخر. يعني هذا الإنصات الذي في المسجد وهذا الوقار الذي يعلو المحية في المسجد وكذا، حين يخرج الناس ويعافسون أعمالهم تجدهم على غير هذا المجلس الذي هم في العبادات وكذا. نعم، والإسلام لم يفرق بين العبادات والمعاملات، يحدث اختلال طبعاً نفسي، يحدث كما نقول احنا انفصام في الشخصية. نعم، يعني المسلم الذي يقرأ هذه النصوص التي تدعو إلى هذا هو في تطبيقاته يفعل العكس. فألف كتابه هذا إحياء علوم الدين، يعني وكأن علوم الدين درست يحييها بهذا الكتاب. لذلك بعد كل فصل، يعني مثلا فصل الصلاة يردفه بفصل أسرار الصلاة، فصل الزكاة فصل أسرار الزكاة، يعني لا يكتفي بالظاهر فقط، وإنما يجب أن يعنى الإنسان بالباطن، لأنه إصلاح البواطن يقدم على إصلاح الظواهر. نعم، بل الأعمال الجوارح هذه أصولها هي عمل الفكر وعمل التصور، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الإنسان الذي يتصور له تصور سليم في عقيدته
سلوكه سيوافق عقيدته. أما إذا كانت عقيدته مهلهلة، شوف حتى الإيمان، مراتب الإيمان، أحيانا الإيمان يصل إلى درجة الصفر. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني في تلك الحالة التي يسرق فيها في تلك اللحظة، لو يتوفى على تلك اللحظة لتوفي على غير الإيمان. يعني الإيمان هو وصل إلى نقطة الصفر، نعم، والعياذ بالله، وهو مؤمن، يعني هو في هذه الحالة مؤمن. لا يرتفع عنه الإيمان في هذه الحالة، جزء السرقة هذه يعود إليه الإيمان مرة أخرى. بمعنى هذه الجرائم وهذه الأمور التي تحدث تعزى إلى نقص الإيمان أولا في النفوس، ثم هذا التبلد للمشاعر بحكم الإلف والعادة. يعني الشيء يبدأ بسيطا، يعني لا ينتبه له الناس، ثم يكبر ويكبر حتى يصل إلى درجة أن يجاهر الإنسان بمعصيته ولا يلام على ذلك. هناك من يجاهر هكذا في النوادي، حتى في الإعلام، يعني في الإعلام يراه الملايين يجاهر بمعصية ارتكبها هي في نصوصنا محرمة، ولكن يعني الناس وكأنها يعني قال شيئا عاديا وتلفظ بشيء كذا إلى آخره، بحتى شيء مستساغ. أمر غريب جدا يعني هذا. هذا كما تفضل الأستاذ من قبل قليل، هي أمر بسيط، يبدأ بسيطا، يعني جنينا فطفلا فشابا فكهلا فشيخا. هذا التبلد في المشاعر يأتي تدريجيا، الأمور في بدايتها يستنكرها الناس، لكن لما يألفوها تصبح أمرا يعني لا يتحرك له ساكن، وهذا خطير جدا على حياة المجتمعات عامة وعلى المجتمعات الإسلامية خاصة، لأننا نحن نتكئ إلى هذا الدين، يعني أخلاقياتنا كلها مستمدة من ديننا. ليس هناك قوانين وتحكم، هناك القوانين التي تحكم الآخرين، صحيح، ولكن الدين أكبر باعث لاستقرار المجتمعات الإسلامية هو الدين. لو غاب الدين لأصبحنا همجا رعاعا فعلا. نعم. لذلك الدين هذه البيضة التي يجب أن نحافظ عليها. وأكبر ممثل لهذا الدين هم علماؤه، والعلماء لهم دور كبير جدا في هداية المجتمعات. شوف يعني إذا فسد العالم ما الذي بقي؟ قال لك العلماء ماذا يصلح الملح إذا الملح فسد؟ بمعنى العالم الذي يمثل الدين، والأمر خطير إذا وصل يعني الفساد إلى العالم، لأنه هو الأيقونة وهو المرجع والذي في ضمير، يعني نعم، بمجرد أن يفسد ذلك العالم يموت الضمير يعني مباشرة. أستاذ مالك، ونحن تحدثنا ورأينا يعني مدى خطورة موت الضمير وتغييب الضمير الذي يؤدي على الخطر على الإنسان في حد ذاته وعلى المجتمع. طيب كيف نحافظ على حياة الضمير أستاذ مالك؟ بارك الله فيك. عندنا روايتين، عندنا رواية العقل وعندنا رواية الدين. نعم. وأحاول أن أكون حكما بين هذين العالمين الكبيرين. لا 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 لا، كي نكمل تعرف باللي أنتم جمعتم فيما أرى، وأنا عندي رأي وبلاش حيدة، هو اللي وأود يعني في الإجابة من المسؤول على إحياء هذا الضمير. سأدخل في الاختلاف بين هذين، كما قال، بين هذين العالمين. نعم. أشياء كثيرة يعني سمعتها وشتها نعلق عليها. أنا أثمن ما قال الدكتور بحفظه وما قال الأستاذ خليل، تكلم عن العقل فقط في ظرف 5 دقائق فيها بركة. نعم. وتكلم عن الأمثلة عن الغربيين، وفعلا الواحد لما يشوف الغربيين يفتن، يقول نحن المسلمين هم الكفار، هم أفضل منا، كين عقل وكين وحي. نعم. هم حكموا عقولهم فاستفادوا في إطار تحكيم العقل، نحن ما حكمنا لا عقولنا ولا وحينا، بل سرنا وراء الأوهام. بارك الله فيك. الآن سأذكر لك بعض الأشياء عن العقل، عن كذا. الآن إذا حين العقل وحين الدين، كان واحد الحاجة اسمها الأنفة، اسمها العفة، واسمها الرجولة. نعم. قاتلوا في سبيل الله في صور أو ادفعوا، يعني لتكون لكم نخوة عن أن تدافعوا عن نسائكم. عن طر بن شداد يقول أواري طرفي عن جارتي إذا برد حتى يواري جارتي مأواها. هذا ما عنده دين، وربما جاهلي عقله. أبو سفيان يقول لم أحب أن تؤثر عني كذبة. النجاشي لم يكن أسلم لكنه لم يكن ظالم. تبقى الآن مسألة العدل والعقل، الدين والعقل. أنا أقول الدين هو الأساس والعقل وسيلة للوصول إلى فهمه. وإذا حبينا نضرب أمثلة، كان أمثلة كثيرة. الآن أنا أقول الذي اخترع القنبلة النووية عنده عقل ولا ما عندهش عقل؟ عنده عقل جبار، لكن ما عنده ضمير، ضميره كان ضعيفا.
وهو يخترع تلك القبول التي قتلت الملايين. علم علم بدون ضمير وبدون عقل. الغربي الغربيون انا مع الدكتور عندهم نظام رادع. للاسف الشديد احنا مسلمين عندنا الكيل بشيء بمكاييل. والحديث فصل انما اهلك ما كان قبلهم كانوا اذا سرق. شوفي اهلك سبب الهلاك في المجتمعات عدم العدل. هم عندهم العدل في اطار تطبيق القانون. عندهم علماء عندنا اصحاب عقول واصحاب مناصب لكنهم خانهم الدين ففعلوا ما لا تقبل به الضمائر. عنده عقل كبير وعنده شهاده اهلته لان تبوا منصبا ولا يعرف من تانيب الضمير شيء ابدا. نعم هذا هو المشكله. فلما تبوا المنصب افسد لانه عطل عقله. لذلك نقول ان العقل اذا حبينا نديروا الجدليه بين العقل والدين الماء نافع ام ضار؟ الماء نافع وجعلنا من الماء كل شيء حي. احنا ما عندنا الجفاف نسال الله ان يرزقنا سبحانه وتعالى ان يرزقنا اما ان يكون غزيرا او يكون منعدما. لكن اذا كان الماء غزيرا وما كانش الجدران ما كانش الوادي الذي ينظم سيل مجراه ماذا يحدث؟ لا شك انه ستحدث البرك والمستنقعات وسوف يهلك الزرع والضرع. لكن اذا كانت مسارات تحدد سيران هذا المجال فان هذا الماء سيكون نافعا. الماء هو العقل والجذور التي تبين وتحدد إطاره هي الوحي. الآن هذا البصر نافع أم ضار؟ نافع. لكن لو ينطفئ الضوء هل سننتفع به؟ الجواب لا. هذا الضوء بالنسبة لهذا البصر هو كالوحي بالنسبة للعقل. فعقلك لا يمكن أن ينفعك دون وحي والوحي لا يمكن أن تصل إليه دون عقل. فأنت مطالب بتحكيم عقلك وبتحكيم دينك وقبل كل ذلك بتحكيم شهامتك ورجولتك وإنسانيتك. الخيانة معروف عند الجميع أنها غير مقبولة. المظلوم يفترض أن يدافع عن الجميع. الأستاذ ذكر في بداية المثال. الآن لما نصل إلى وقت نرى أناسا للأسف الشديد يعلم أن فلان مظلوم أن دولة مظلومة يعني هل أقل اسكت أصمت؟ فأن تتبجح وتصرح بأن لهذا الظالم اليهود مثلا يجي واحد مسلم عربي يشهد أن لا إله إلا الله ويفترض أنه عنده النخوة ويقول لهؤلاء حق في هذا الأرض. فلان دخل إلى ذلك واغتصبها وأخرجك منها وأنت يجب عليك أن تقبل. لو كان عنده ضمير حي لو كانت عنده نخوة خلينا من الدين وخلينا من العقل هل يمكن أن يقبل مثل هذا؟ إشاعة الأحداث الحوادث هذه مما يقتل الضمائر. تكلم عن الإعلام اللي تكلمتي أنا أكتب هذا كنت أسمع منذ قليل الآن بعض الصفحات الإعلام بعض الصحف نعم. بعض الجرائد بعض القنوات تتسابق إلى إشاعة الفاحشة. نعم الرذيلة قاتل نعم. دقيقة بخمس نعم. دقائق نعم. نقول لك واحد قال لي طلب مني أن أكون مراسلا لصحيفة قال لي لكن شرطوا علي أن آتيهم بأخبار مثلا سمحي لي الأخبار الأخلاقية بين الأقارب. أنت مطالب بهذا لأنه لا يريد الأخلاق لا يريد الدين يريد الإثارة. وربي قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. الآن كما قال الشيخ خالي الكثرة المساس تبلد الإحساس. في السابق نعم. الأخبار الجرائم مخفية لا يسمعها أحد إذا سمعنا حاجة بسيطة نخاف. الآن كل يوم فلان قتل أمه فلان رمى أباه للدار العجزة اختطاف الأطفال الدين يقولنا كذا يقولك لا الإعدام عقوبة مش منيحة. بمرور هذا استمرأناه وصيرناه عاديا ومات ساهم بعض الإعلام في إماتة الضمائر للأسف الشيء. نعم والذي شجع على هذه الممارسات أستاذ مالك ربما توافقونني الرأي هو طغيان الجانب المادي في سلم القيم لدى الفرد. أستاذ حيدة هذا طغيان هذا الجانب المادي الذي غيب ما يسمى بالضمير المهني. نود أن نستحضر الضمير المهني في نهاية هذا البرنامج لأنه فعلا غيب في بعض المؤسسات وللأسف الشديد لأنه لا توجد رقابة ولا يوجد أداء دون أن يكون الضمير المهني حاضر. أستاذ الفاضل نعم المسلم لا يحتاج كما ذكرنا إذا كان وازع لديه الوازع الديني الذي يكون من خلاله ضميره حيا ربما لا يحتاج سلطة ضبط أو سلطة رقابة خصوصا فيما يتعلق بإتقانه لعمله. مثلا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه. وللأسف الشديد أستاذ حيدة عفوا يجب أن ننوه إلى نقطة أنه الأمر خطير يتعلق بالكسب الحلال. الكسب الحلال نعم, نعم. كيف ننام يعني ضمائرنا حية وأننا يعني ندي أموال مش ليست أموالنا ليست حلالا نعم. ولذا من خلال ما ذكرتي نذكر قصة بائعة لبن هي مشهورة لا أذكرها بطولها, كيف قالت أن سيدنا عمر لما منع أن يمزج اللبن بالماء وقالت تلك المرأة لابنتها قومي فامزج اللبن بالماء, قال إن عمر نهانا أو نهى عن ذلك, قالت وإن عمر, قالت إن كان عمر لا يرانا فربه عمر يرانا. نعم. مراقبة, انظر يعني الضمير المهني, وربما تكون هذه المرأة تمتحن ابنتها على كل لكي لا نظلمها. الراعي الذي طالب منه الراعي قال أين الله, ونجد في الـ في الـ في الوقت يعني في الضمير المهني يعني في العمل كحد ذاته أو في ماذا في المحافظة على الوقت, تجد سيدنا الحسن البصري سيد التابعين يقول أدركت قوم أقواما يقصد بذلك الصحابة الكرام كان الواحد منهم أشح على وقته من دنانيره ودراهمه, يعني الوقت يعني هذا شيء ثمين, يعني لما تدخل في الوقت وتخرج في الوقت يكون ضميرك مرتاح, ويعني حتى لما تسند رأسك إلى وسادتك يكون ضميرك مرتاح, ولكن إذا كان استجلبت راحة الضمير التي تكون يعني اجعلها كمفتاح وكنصيحة تكون بذكر الله سبحانه وتعالى إنسان لا يغفل نعم تطمئن القلوب. ولذا يقول قائلهم نحن في لذة لو ذاقها الملوك لجالدون عليها بالسيوف, يعني هذه اللذة التي وجدها هي طمأنينة القلوب التي هي بذكر الله, فما يكون ولن يكون لمن وقع في مثل هكذا سلوكيات تنبئ عن ضعف ضميره أو انعدامه أو موته, يعني يجد تلك اللذة في الحياة أو في ذكر الله سبحانه وتعالى. لذا ننصح بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى التي تنتج ثمار ماذا؟ ثمارا حياة الضمير, وتوقظ في الإنسان الوازع الدين الذي يجعله أو يجعله في منأى عما يقع من سلوكيات شائنة. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا بموت الضمير لأنه الأمر خطير جدا. أستاذ عبد القادر تومي في أقل ربما من دقيقة لم يبقى من عمر البرنامج الكثير مع المخرج, ربما مفاتيح ختامية هكذا. والله في النهاية يمكن أن نقول أن حتى تبقى ضمائرنا حية لابد أن تكون لنا مرجعية حقيقية, ثانيا أن نحرص على تربية ضمائرنا, ثالثا لابد أن نحاسب أنفسنا مرة بعد مرة بين الفينة والأخرى, نراقب أنفسنا ونراقب أفعالنا, ثالثا لابد أن نغير من نظرتنا للآخرين, أن ننظر للعالم نظرة أحادية كونية واحدة. الذين الآن يشمتون في الصينيين على أساس كورونا قصدتهم وحدهم وكأنهم براء, لا, الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. مثال بسيط هذا, يعني أردت أن أقول ولكن مثال الآن نعم لابد يقيس نبض أين وصلنا في المجتمع وأين وصل تفكيرنا, يعني الأمر ليس بهذه الاستهانة. نعم بالضبط إيه؟ نعم. أن ننظر إلى الآخر, أن نشرع للآخر كما نشرع لنفسي, أن نحسن للآخر لأني أريد أن يحسن إلي, أن لا أسرق الآخر لأني لا أريد أن أسرق, أن لا أكذب عليك لأني لا أريد أن تكذب علي, هذا هو المنطق الذي نتعامل معه, ولا أحتقر الآخر من ديانته. بالضبط نعم. نعم كلنا طبعا لله, وبالتالي الله سبحانه وتعالى سوى بيننا في كثير من الأشياء التي مرتبطة معنا كإنسان, أما لكل له دينه فكل واحد يغترف من دينه لكي يشبع ضميره وثقافته وأفكاره, يشبعه غنى بحيث يتصرف التصرف الطيب والتصرف المؤدي إلى الخير. أستاذ خليل كم بقي لي؟ بقي ربما يقول المخرج أبو بكر عياضة ثلاث دقائق, دقيقة دقيقة للأساتذة إن شاء الله. يعني نختم بمقولة شهيرة للسادات الصوفية يقولون المؤمن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالآخرين, يعني نعم القاعدة هي القاعدة نعم القاعدة هي إساءة الظن في النفس وإحسان الظن بالآخرين, وما يدريك أن الآخر ربما يكون وليا من أولياء الله تعالى, من اطلع على قلبه فرأى ما فيه, الله تعالى وحده يعلم السرائر يوم القيامة بالسرائر. أفلاطون ليس أفلاطون هيرمس وهو النبي إدريس عليه السلام كما يقول اليونانيون, له معاذلة للنفس رائعة جدا ترجمها عبد الرحمن بدوي في كتابه الأفلاطونية المحدثة في الإسلام, الأفلاطونية المحدثة يعني فلسفة أفلاطين. هذه المعادلة يخاطب فيها هذا النبي عليه السلام نفسه, يعني يردعها عن مثل هذه الأمور, بمعنى أنه
يعني كل 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 ما تكلم به مع نفسه هو يصب في هذا الباب. يعني أحسن الظن بالآخرين، اعتقدي في الله أن الله تعالى قد فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، والآخر لابد أن يكون معك. أيتها النفس أيتها النفس أيتها النفس، هذه تسمى معاذلة النفس. نعم، البعد عن الأنانية. نعم، شكرا بارك الله فيك أستاذ فاضل. أستاذ مالك، كلمتين. الكلمة الأولى لمن وقع في الخطأ وعنده ضمير أنبو، آيتين لما ذكر بصفات المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، قال في آية أخرى وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فلا تيأس، وكلمة أخرى لمن بيده الأمر، عيب أن تكون دولة مثل هولندا تكبرها الجزائر بستين مرة يكون ناتجها القومي الإجمالي ضعفنا ست مرات، وفي المدة الأخيرة أغلقت سجونا واستأجرت سجونا لدول أخرى، ونحن ما زلنا نبني في السجون. يجب علينا أن نربي الجانب الديني وأن نقوي جانب الردع، لا يكفي أن يكون مسؤولا ثم بعد ذلك إذا وقع الحساب كان كل تحت طائلة العقاب. نعم، يجب أن نبني الضمائر. أستاذ مالك، أستاذ حيدة. نعم، لابد أن تكون هناك يعني باعتبار ما يقع في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تقهقر الرجوع إلى الوراء، لابد أن تكون هناك حملات لإحياء الضمير من خلال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا هو الرابط، أن تعبد الله كأنك تراه. أستاذ ملك أبو عمر سورة، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد القادر حيدة، شكرا. الشكر موصول كذلك للأستاذ دكتور بروفيسور عبد القادر تومي والدكتور خالد القاضي، ولكم جميعا شكرا لكل من شاهدنا واستمع وتابعنا وانتفع. إذا حسبكم من السعادة في الدنيا ضمير حي وقلب هادئ ونفس هادئة مطمئنة. في الختام تحياتي وتحيات الفرقة التقنية التي رافقتني بقيادة المخرج أبو بكر عياضة، دمتم سالمين آمنين، والسلام عليكم.